اولا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه لوجهه النظر ديالي في اختيار فريق الرجاء البيضاوي للاطار الوطني الكف والقادر، من هذا المنبر هذا اللي كنوجه ليه التحيه، الا وهو السيد رشيد الطوسي. وصراحه انا كانسان غير على فريق الرجاء البيضاوي وكرجاوي قح، رغم انني كنقطن في المدينه القديمه، ولكن تنشوف بان الحضور وسيرته في هذه المرحله هذه اللي كيمر منها فريق الرجاء البيضاوي، انه يتعامل مع السي رشيد الطوسي كمؤطر كاطار فني، ماشي في الصالح ديال فريق الرجاء البيضاوي، لان ديجا عند السي رشيد الطوسي تجربه مع فريق الرجاء البيضاوي اللي خرج منها خالي الوفاض بدون لقب يذكر. و اون بليس دو سا، زياده على هذا، ان الطريقه اللي كيلعب بها فريق الرجاء البيضاوي لا علاقه لها بها برشيد الطوسي. خويا الطوسي ما فهمشي، كان ديجا داز في الرجاء وما عطاش، فهمشي كانوا عنده لعابه مزيانين وهذه، فهمشي ما عطاش اضافه، وما غيجي هاد سميتو هاد اللعابه عنده شويه معيانين وهذه، فهمشي ما غيعطيش اضافه. انا ما كيجينيش مدرب صالح الراجل، حيت ما خاصني شي مدرب كيعرف فهمشي كيعرف يسير لعابه يحطهم في بلاصتهم وهذه، فهمشي بغينا ضريب، بغينا نشوف الراجل شحال هذا. واخويا كن فهمشي كتجينا غير على الراجا، اخويا كنموشو على الراجا صافي اخويا. الاطار الوطني رشيد الطوسي تعاقد مع فريق الرجاء البيضاوي. الطوسي عنده القاب هنا في كان مع المغرب الفاسي، وعنده القاب مع المنتخب الوطني للشبان، ورشيد الطوسي مدرب كبير، عنده المكانه ديالو، اي واحد عنده القاب راه كاين. ونتمنوا ليه مسيره موفق مع فريق الرجاء البيضاوي، وغادي يعطي بصمه الفريق الرجاء البيضاوي. رشيد الطوسي واخا شويه ديال الناس ما باغينوش بزاف وداك الشيء، وعليه شويه ديال الضغط وداك الشيء، كنتمناهم عند الله يكون خير وداك الشيء في هذا المدرب وداك الشيء. حيت بالضبط ما اكيد حتى شي غادي دابا، حتى تجيب حتى تقدر تجيب حتى ذاك البنزرتي ما يقدروش. دابا البنزرتي عنده سي ماتش الجامعه موقفه وداك الشيء، وان بالنسبه للبنزرتي ما غاديش يعطيك واحد الاضافه. نكونوا واقعيين، انا بالنسبه للبنزرتي كيمشي للفراقي الكبار، كيمشي لذوك الفراقي اللي شويه اللي كيدير معاهم بالما، كاين الفراقي اللي كيكونوا واقفين كيمشي لهم وداك الشيء. وكنتمناو الخير، وكنتمناو مع اللعابه هما يتعاونوا مع المدرب وداك الشيء ويكون خير. حنا كنبغيو نتيجه لصالح الفريق الرجاء وداك الشيء، كنبغيو الفريق الرجاء يمشي لقدام، وكنتمناو عند الرئيس مع رسول الله يعاونو يعاونو هذا الرئيس. اللي هو الا مشى الرئيس مشي حتى المكتب معاه، يمشي يدي المكتب معاه ودوك 95 ديالو اللي صوتوا عليه. بغينا فرقه تزيد، حنا كنبغيو لوغو، كنبغيو اشخاص، ماشي حنا كنبغيو اللي سميتو، حنا كنبغيو لوغو ديال الرجاء، ما كنبغيو شهاده ولا اشخاص ولا شي حاجه، كنبغيو نادي الرجاء الرياضي. حنا داري التعاقد مع المدرب رشيد الطوسي، انه مدرب اللي مزيان، عندنا درب فرق كثيره في المغربيه، ودرب المنتخب المغربي في 97 يمكن، فاز مع المنتخب الاولمبي المغربي، المنتخب يمكن الشبان كاس افريقيا هنايا يعني اللي احتضن في المغرب، زعما مدرب اللي عنده تجربه في ميدان التدريب. نتمناو ان قدر يعطي الاضافه الراجل. المدرب زعما مزيان، ولكن حتى اللاعبين خصهم يعاونوا تا هما، لما كان المدرب لا كان، ولكن اللاعبين خصهم زعما يشوفوا المسؤوليه اللي عليهم، زعما خصهم هما يزيدوا مجهودات كثيره باش ان شاء الله فريق الرجاء يدي القاب في هذا الموسم هذا.